معانا دلوقتي على الهاتف محمد رزق مراسلنا، هو من امام دار القضاء العالي، الصوره عنده اوضح، التفاصيل عنده اكتر. اتفضل يا محمد. نعم بالفعل استاذ ريهام، احتج العموم بطريق العدد من الانصار المعزول امام دار القضاء العالي، والذي دعا اليه في مظاهره، والذي دعا اليه ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعيه التابع لجماعه الاخوان المسلمين للاعتراض على تقديم الرئيس المعزول الى المحاكمه. كما ايضا الاعداد هنا تتصدر عندي ببضعه مئات. ايضا يوجد عمليه استفزاز واضحه من قبل المؤيدين المعزول لقوات الجيش والشرطه المكلفه بتامين دار القضاء العالي من خلال الشعارات الملاحظه للفريق اول عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطه، ورفع الاحذيه امام القوات، ومحاوله من البعض باختراق الحاجز الامني الذي يضعه الجيش. هل في اي تصعيد حصل ما بين من يقفون الان امام دار القضاء العالي وما بين ساكني هذه المنطقه؟ لا لا لا. طيب الوقفه دلوقتي واضح ان فيها هتافات. نعم هي هتافات ملاحظه للجيش المصري، والاعلام الصفراء مرفوعه ايضا، والاعلام الصفراء مرفوعه، وعلامه رابعه واشارات رابعه مرفوعه امام قوات الجيش والشرطه، ورفع الاحذيه امام قوات الجيش المصري والشرطه. طيب التعامل من قبل قوات الامن يا محمد؟ قوات الامن هنا تلتزم باقصى درجه. يعني ما حصلش اي خطوات تجاه المشهد اللي انت بتوصفه؟ لا يوجد اي احتكاك من قبل قوات الامن، فقوات الامن هنا تلتزم باقصى درجات الضبط النفسي. قوات الامن في حجمها الطبيعي ولا في امدادات؟ لا قوات الامن في حجمها الطبيعي، هنا تنتشر ثلاث مضادعات للجيش المصري وعشرات المجندين من الجيش والشرطه. الحاله المروريه يعني هي واضحه في الصوره، بس الحاله المروريه هنا متوقفه، الحاله المروريه هنا متوقفه بالكامل نتيجه الاحتشاد من قبل عناصر المؤيدين المعزول. بشكرك محمد رزق مراسلنا من امام دار القضاء العالي.